حتى نقطة التردد اللي هي ممكن تكون موجودة عند أي حد بيتردد، مش هنقول في القرارات المصرية، لا ده بنتردد في لون الطرحة يا عم الشيخ، بنقف في المحل ثلاث ساعات، اللون ده ولا اللون ده؟ مش عنده. مفيش حاجة اسمها تردد أصلا، هو عنده قرارات، هو كان عنده نظرة ثاقبة في الأمور، عشان كده ما كانش بيتردد، عارف الصواب وعارف الخطأ وماشي على طريقه. هل الحاجب المنصور كان أشهر سماته الشخصية عدم التردد والثقة بالنفس والثقة في القرار فقط، ولا كان له بعض السمات الأخرى؟ طبعا هو أكثر سماته أنه هو كيف أنه يستطيع إدارة مجموعة أعمال في نفس الوقت بنفس الكفاءة، وده اللي خلاه مميز عند المستنصر بالله، لدرجة هو في الآخر خلاص عينه قائد شرطة قرطبة. كان قائد شرطة دي معناها إيه؟ قائد الجيش، قائد الشرطة، الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي. كان هما الثلاثة دول هما اللي بيديروا الدولة الأندلسية بالكامل والخلافة الأندلسية بالكامل. فطبعا لما يوليه قائد الشرطة، فكان هو طبعا قبل ما يموت المستنصر بالله، الحاكم المستنصر بالله، ولاه على الحشم، يعني هو المسؤول عن القصور ومين اللي يخش ومين اللي يطلع والمصحفي موجود، ولكن لبعد نظره ولا هذا الامر. طبعا لما جه بقى كده مات الحاكم المستنصر، وهي دي بقى القرارات اللي عدم التردد عنده. لما المصحفي هو بيدير كل حاجه، الحاجب المصحفي كان الهشام كان غلام في بني اميه، قالوا جمعوا واجب مجلس وصايا من امه صبح ومن الحاجب جعفر بن المصحفي الحاجب، ثم محمد بن ابي عامر قائد الشرط، ثم غالب الناصري وهو قائد الجيوش خاصة عن الثغور. هم دول مجلس الوصايا حولين ايه؟ الحكم. اول ما مات الملك راحت هاجت النصارى، ولايه النصارى. الله، ده غلام اللي ماسك، لا ده احنا نسترد بقى ايه ما كانت لنا، وبداوا يهاجموا البلاد الايه متاخمه، وفعلوا فيهم مجزره. طبعا سبب مجزرة طبعا ان تردد جعفر بن عثمان المصحفي، تردد قال لهم طب انتوا بس قفلوا على نفسكم وانا هحاول ابعت لكم ايه قوات تدعمكم، هحاول ابعت لكم قوات تدعمكم. فطبعا ده اول خطر كان رهيب على الدوله، هتبدا الدوله تتقلص ومحدش ماسك. امر اعظم من كده، الثقالبه اللي هم كانوا ماسكين حراسه القصر، ودول كانوا عبيد من اوروبيين ودخلوا في الاسلام، وبدا هم ايه يعتمد عليهم الملك انه ايه هم الحراسه الخاصه، وكانوا طبعا كان بيخصيهم عشان خاطر الموضوع النساء، ولكن هم كانوا حراسه خاصه. انقلبوا على هشام، هم ماسكين كل حاجه، انقلبوا على هشام وثاروا بثوره حتى يعينوا عم هشام اخو الحاكم. هو طبعا هو هم ثاروا عليه لانهم شايفينه حد صغير، يعني مش هيقدر يتكلم اساسا، هو ما ينفعش يحكم، ما ينفعش يكون خليفه مسلمين، ثانيا ده لو ثرنا عليه عادي محدش. هو مش هيتكلم، احنا مسيطرين على كل حاجه في المدينه، مسيطرين على القصر. فطبعا كان ممكن ما ايه طبعا المصحف ايه اشار على محمد بن عامر انه طبعا كان ليه علاقه بيهم كويسه، ان يروح بقى ايه يناقشهم. محمد بن عامر ما عملش كده، خد فرقه من قواته قوات الشرطه واتجه الى عم هشام قتله. خلاص ينهرب. دي اول خطوات، اول خطوه اول خطوه في الحكم، قامت بالمجموعه قوات خاصه معاه كده، دخلوا على قصر عم هشام قتله. انتوا الثقاليب عاملين ثوره عشان ايه؟ تعينوا ده اهو راسه اهي، خلاص انتهت الموضوع. مسك الثقاليبه راح ايه قال لهم اي حد هيفتح بقه تاني هقتله في القصر، وراح شالهم من القصر وحط قواته الخاصه هم ايه متمنع منه. اول حاجه جمع قواته راح على الدول ايه الدول الاوروبيه اللي هي ايه بتهاجم الثغور، وطاح فيهم قتالا الى ان اعادهم الى بلادهم، واخذ ولاول مره يحتل مدريد، حاليا مدريد بتاع اسبانيا. يا نهار ابيض، كان اول مره تحتل، خدها واحتلها وفتحها ورفع عليها الاذان. ثم عاد بغنائم ضخمه جدا جدا، مش رجع بيها لقرطبه عشان يديها للملك، لا وزعها في الطريق على جنده وعلى الناس، فأحبه الناس وأحبه الجند. طب ثواني.